والحديث عن أسواق العملات انضم إلينا من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. برأيك بيانات سوق الوظائف التي صدرت يوم الجمعة، كيف سيقرأها الفيدرالي وكيف ستؤثر على قراره المقبل في شهر مايو، مع العلم أنه يوم الأربعاء أيضا تصدر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين؟ صحيح ناصر، يعني القراءة التي صدرت يوم الجمعة لا أعتقد أنه الأسواق قيمتها بشكل كبير جدا ولم تعطي الإيجابية المطلوبة عن الاقتصاد الأمريكي. في نفس الوقت اللي تراجعت فينا معدلات البطالة كان هناك انخفاض أيضا نسبيا يعتبر بوظائف المضافة بالمقارنة مع قراءة الشهر الماضي. ما نريد الإشارة إليه أكثر أعتقد ناصر أنه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن لم يعد يتأثر بشكل كبير بتقرير الوظائف كما كان يركز عليه الفيدرالي فيما سبق، لأنه نحن عم نشوف أنه الاقتصاد يجب أن تظهر علامات الضعف على قطاع التوظيف تحديدا بنتيجة عندنا ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع تكاليف الاقراض إجمالا. وأعتقد الفيدرالي نفسه نوه على أنه إمكانية ارتفاع معدلات البطالة، إمكانية أن يكون في عندنا وإضافة أقل في الوظائف واردة في الفترة القادمة. وأعتقد بادرته كانت بتقرير يوم الجمعة الماضي الذي أعتقد من بعده رح نشوف عدد وظائف أقل ورح نشوف ارتفاع أكثر في معدلات البطالة. الفيدرال الأمريكي ينظر حاليا على أنه وصل إلى مستويات مرتفعة في أسعار الفائدة، لا يوجد حاجة لرفعها أكثر بوجهة نظري، لأنه مزيد من الرفع رح يكون تأثيره سلبي بشكل كبير جدا على أداء الاقتصاد وعلى معطيات الاقتصاد الجزئي. وشفنا أنه كيف الشركات أصلا تضررت بشكل كبير بعملية التشديد السريع في أسعار الفائدة. فالعملية حاليا أعتقد أنه الفيدرالي نظرة إلى تقرير الوظائف الغير زراعية على أنه نوعا ما متواضع، ولكن الأهم أعتقد التضخم، لأنه هو حاطط أمامه هدف أنه التضخم يتراجع بشكل أكبر. إذا تجاوب التضخم في قراءته القادمة لا أعتقد أنه الفيدرالي متجه إلى رفعات أكثر في أسعار الفائدة، أو إن حدث الأمر ممكن 25 نقطة أساس أخيرة يضيفها الفيدرالي وستكون عبئها ثقيل جدا على أداء الأسواق. البعض رائد يعني يرى بأنه توقعاته بأنه الاقتصاد الأمريكي أضعف مما هو عليه، وهذه التوقعات ازدادت بسبب بعض القلاقل في القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، لكن بعض المحللين يقولون بأنه لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوي، وبالتالي هذا قد ينعكس إيجابا على الدولار الأمريكي في رأيك على المدى الأبعد؟ خلينا نفصل النقطتين. الاقتصاد الأمريكي نعم قوي ببياناته الاقتصادية حتى الآن، ولا يزال يظهر يعني علامات قوة كبيرة بالمقارنة مع اقتصادات أخرى، ولكن الدولار الأمريكي في اتجاه صاعد لا أعتقد أنه ذلك سيحدث. أعتقد يعني موجة ارتفاعات الدولار الأمريكي انتهت، وممكن نشوفه باتجاه هابط مرة أخرى وحتى دون مستويات 90 كمؤشر للدولار الأمريكي كمستهدفات شخصية أنا أنظر إليها، أنه ممكن تحدث خلال تعاملات العام القادم أنه نشوف الدولار الأمريكي تحت مؤشرات 90 حتى، بنتيجة أنه اضطرار الفيدرالي إلى عملية تسهيل السياسة النقدية كلما اقتربنا أكثر من مستويات التضخم المستهدفة، لأنه راح يكون في عندي ضعف في النمو الناتج المحلي الإجمالي، راح يكون في عندي ممكن كساد أو انكماش. ولكن الاقتصاد الأمريكي حتى الآن يعطينا قراءات إيجابية لا يمكن إغفال. شكرا جزيلا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب من دبي، أهلا وسهلا بك.